الرسم الصوتي تاع الطريق مع السكان، دير لهم الصوره هذا انتي بروي. ايوا الله فهمتوا كيف هضرك. كان شايف هذا يقول لك لا هذا الصوره هذا شكون على دارو طرف لوطوروت ما بلادو كون. هذا هو السبب، الصور باش ينقصوا الحس تاع الطرود السكان. كيما بعض الناس يديروا لي لي كومونتير علاش يصبغوا الشجر بالابيض، هذيك سي لاشو يصبغوا بالابيض باش الحشرات ما تطلعش للشجره، الحشرات الارضيه ما تمشيش للشجره كما النمل. احنا عندنا النمل بزاف، هذيك لاشو تقتل النمل ما تخليش يطلع فوق الشجره. ها علاش يصبغوا الشجر هما؟ بصح يصبغوا الشجر يصبغوا الارض معاها، هذيك الصبيغه يفرغوها كاع في الارض، يصبغوا الشجر ويصبغوا الرمل يصبغوا الارض. هم يرشوا في السجن، يرشوا فيها السبيغه ماشي يصبغوها، يرشوا طرش ما يطرشوا كيما نقولوا احنا. انا ما تلومونيش، هذه الايامات عندي دوك اكثر واحد 9 ايام وانا وحدي، ما نيش نكسر مع اولادي مع الزوجه تاعي، مع ما نش قاع نحكي، ما مره انا نعيط في التليفون دقيقه زوج دقائق وخلاص. هاي واش راك لاباس لاباس راني مليح وراك وهكذا راني في فراسه راني هكا وراك روشي، ما نش نريح نحكي نقصر. اذا كي يكون وحدي هكذا نهدر على بالي بلي راح تسمعوني، واكم ما على بالي بلي الهضرة هذه تلحق الوطار تلحق الوطار، بس كنا ما نش لايف سمع ليش اللايف ما يمشيش. زيت ندير لايف لايف ما صورة عيانة، صورة عيانة.